نروح لقرعه البطوله. القرعه اتعملت يوم الجمعه، كانت قرعه جميله جدا، واتقسموا الاربع مجموعات ال 17 فريق. هنشوف اتقسموا ازاي. هنروح للمجموعه الاولى. المجموعه الاولى الاهلي والجمارك النيجيري والكانون الكونغولي ويو اس اف اي البوركيني. المجموعه الثانيه قرطاج التونسي وسبورتنج المصري ودي جي اس بي الكونغولي والبنك التجاري الكيني. المجموعه الثالثه الصيد المصري الانابيب الكيني فاب الكاميروني ريفينيو الرواندي. المجموعه الرابعه خمس فرق، المجموعه دي الوحيده الخمس فرق في البطوله، السجون الكيني والشمس المصري اسك ميموزا الاوفواري والمجمع البترولي الجزائري وجامعه نوكومبو الاوغندي. زي ما احنا شايفين الفرق اتقسمت لاربع مجموعات، الاهلي على المجموعه الاولى في البطوله والفرق كلها توزعت على المجموعات. المجموعه الرابعه الوحيده اللي عندنا هي خمس فرق والاهلي بيلعب في المجموعه الاولى. خلينا نستعرض نتائج امبارح ايه اللي حصل في البطوله. ده الترتيب المفروض ان احنا عندنا نتائج، معلش نغير. ده ترتيب الفرق بعد المجموعه او بعد نهايه الدور الاول للمجموعات، لكن عندنا نتائج المباريات. عندنا نتائج المباريات، نتائج المباريات كلها اللي اتلعبت في المجموعه الاولى امبارح. هنشوف عملوا ايه. بدات الجمارك النيجيري اهي 3-0 مع يو اس اف من البوركيني، والبنك التجاري الكيني 3-0 مع الفريق الكونغولي، وفاب الكاميروني 3-0 مع الصيد المصري، المجمع البترولي الجزائري 3-2 مع نادي الشمس المصري. كانت مباراة قوية جدا، كان نادي الشمس كسب الشوط الثاني والثالث، بس رجع المجمع البترولي يكسب آخر شوطين ليفوز بالمباراة 3-2. أسك الأوفواري 3-0 مع نوكومبو الأوغندي. خلينا نستعرض المجموعات وترتيب الفرق بعد اليوم الأول. المجموعة الأولى النادي الأهلي ما لعبش لسه، لكن الفريق الجمارك النيجيري لعب مباراة ومعاه 3 نقاط، الأهلي الثاني وكانون الكونغولي الثالث، يو اس اف اي البوركيني رقم 4 في المجموعة. نستعرض المجموعة الثانية. البنك التجاري الكيني لعب مباراة وفاز في واحدة وليه 3 نقاط، سبورتنج المصري 0 لسه هيلعب النهارده، قرطاج التونسي والرابع دي جي اس بي الكونغولي. الثالثه فاب الكاميروني بيتصدر المجموعه بعد اول يوم، الاثنين الانابيب الكيني ومرشح بقوه الانابيب الكيني للبطوله، 3 ريفينيو الرواندي، 4 الصيد المصري. اخر مجموعه أسك الأوفواري متصدر المجموعة بعد اليوم الأول ب3 نقاط، المجمع البترولي الجزائري معاه 2 نقطة، الشمس المصري معاه بونت المركز الثالث، السجون الكيني الرابع، وخامس نوكومبو الأوغندي. خلينا نستعرض نتائج النهارده لليوم، مباريات اليوم الثاني. مباريات اليوم الثاني معانا النهارده أسك الأوفواري والسجون الكيني، الانابيب الكيني وريفينيو الرواندي، نوكومبو الاوغندي مع الشمس المصري وسبورتنج المصري وقرطاج التونسي. والاهلي اخر مباراه النهارده باذن الله الساعه 9 تبدا المباراه مع كانون الكونغولي.